اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اتنين من نجوم السوشيال ميديا اللي بيحبوا الاهلي جدا جدا جدا، وحضراتكم كمان بتحبوهم بما انهم بيحبوا النادي الاهلي، ايشو والحنفي. ازيك يا ايشو؟ اهلا بيك كابتن اسلام. اهلا بيك الحنفي وبعدين الايشو. ازيك يا ايشو؟ اهلا بيك كابتن اسلام. مبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. خسيت؟ لا انا خسيت على طول. خسيت بتاع 4 5 كيلو من اللي فاتوا دول، لكن يلا. ازيك يا حنفي؟ ازيك يا كابتن؟ اخبار حضرتك؟ عامل ايه؟ اهلا بيك يا كابتن. الحمد لله بخير. الحمد لله كابتن والله الحمد لله. الحقيقه دايما حبنا للنادي الاهلي بيخلينا نعمل تصرفات غريبه جدا. تفتكر اغرب تصرف انت عملته ده قبل بس ما نتكلم في الجد، يعني تفتكره اكتر حاجه غريبه عملتها من كتر حبك في النادي الاهلي؟ مفيش حاجه يعني اكستريم اكتر من مثلا عياط بعد خساره النجم 2007. دي حاجه يعني فعلا ده اكتر ماتش يعني عياط عياط يعني لو انت لان فعلا احنا اتسرقنا، يعني احنا اتسرقنا ذهاب وعوده، فطبعا دي حاجه ما تتنسيش. التحكيم واللي هو للاسف اتمنى عدم تكرار، خصوصا ان في تصريح مشابه. يعني سبحان الله سمعنا في 2007 ان هو كان رئيس الفيفا وقتها بيقول ان هو انت بلاتر، كان بيقول هو ما فيش غير الاهلي في افريقيا. تمام، سبحان الله سمعنا برضه تصريح مشابه وكانهم متفقين مع بعض ان هو برضه. لا بس ده كان مبسوط بيقول انا فاهم، بس ما احنا بنقلق بصراحه، احنا بنقلق. اتمنى بقى ان هو اللي يكون اللي هو ممكن نسميه خلاف شويه ما بين الاتحاد الافريقي وبرضه يعني ايتو كمان دلوقتي مع الفيفا. نتمنى ده يكون بقى لمصلحتنا احنا بقى، ان ما يكونش فيه وصايه بشكل ما من وراء كده، يعني ان هو كفايه على الاهلي كده، لا نكمل. لو حقنا الثالثه على التوالي ناخدها، بلاش بقى يا رب ان شاء الله. بلاش بس دايما ال11 بتبقى يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يا حنفي اكتر حاجه غريبه عملتها ايه؟ انا بالنسبه لي كان بعد هدف محمد مجدي قفشه، يعني قفشه في الزمالك. الزمالك اوكي. في 2020 بصراحه انا قلعت التيشيرت، انا 3 ايام صوتي ما بتكلمش، بشاور بس. والله العظيم من كتر الجعير اللي انا كنت بعمله. مشاوره بس. انت صغير تاني؟ لا لا، لحقت بطوله 2006 ولحقتها كده يعني. لا لا لا، كنت موجوده يعني. والله كان عندي ساعتها 12 سنه مثلا. ايوه يعني 12 سنه دي لسه ما كنتوش يعني الدنيا ما كانتش. لكن فاكر جونا ابو تريكه؟ والله كنت بتفرج عليه. لسه كنت هقول لك جونا ابو تريكه فاكره كويس بتفاصيله. كنت اتفرج انا ووالدي في كافيتيريا. انا فاكر والدي شال اليوميه الترابيزه وعمل مشاكل. اهلاوي برضه. اهلاوي متعصب جدا. ربنا يخليه لك يا رب. يبارك لك يا كابتن. طيب خليني ابدا معاك يا ايشو. لانه الحقيقه في هذه الايام مش فوجئنا، عارفين اللي هيحصل، لكن علي معلول واحد من اهم نجوم النادي الاهلي، وفي وسط الزخم اللي احنا شغالين عليه، كاس العرب وما بعديه كاس الامم الافريقيه، والمشاكل اللي بتحصل والاختيارات والتصريحات وتضارب المواعيد اللي بنسمعه، وانتخابات اتحاد كوره وكذا وكذا، جدد علي معلول للنادي الاهلي. انا اعتقد ان علي ما خدش حقه الحقيقه في قد ايه ان علي ده بيحب النادي الاهلي بشكل كبير جدا. ده حقيقه يعني كابتن علي معلول، من انا اتوقع ان هو اصلا هو فعليا دلوقتي بقى من اساطير اللاعبين المحترفين في النادي الاهلي. كابتن علي معلول لعب مع النادي الاهلي 180 مباراه، يعني منهم يعني فوق ال 51 اسيست، وده رقم مش قليل يا جماعه. يعني الكابتن قبل كده فلافيو او جيلبرتو، ناس من نفس المركز بقى، مش هنتكلم عن المحترفين كمان، نفس المركز كباك شمال، يعني بتكلم عن 48 اسيست في 220 مباراه، لكن علي معلول 180 مباراه. فبالتالي نسبة أو معدل مساهمة علي معلول أفضل بكتير، وبالتالي إحنا قدام لاعب يعني لو كان بالمستوى ده لغاية إن شاء الله 2024 هيكون يعني فعلا من أساطير النادي الأهلي ككل، وطبعا من الأساطير بالنسبة للعيبة المحترفة. هو لاعب مهم جدا، لاعب أتمنى بس إن إحنا خصوصا بقى بعد التحليل اللي إحنا التحليل الطبي اللي هو بتاع الدي إن إيه بتاع كل لعيبة الأهلي ده، عشان ندرس اللعيبة بشكل علمي حقيقي. فدايما هو طبعا الإصابات يعني بتاعت ربنا، بس في علم في أسباب، فناخد إحنا بالأسباب، لان احنا دايما عندنا ظاهره انه علي معلول دايما كل للاسف كل شويه كل شويه بنفتقده، اللي هو اصابات متكرره. نعم. خلال الموسم بتلاقي مثلا شهر غياب، شهرين، واحيانا ثلاثه. انا اعتقد ان ده من ضغط الماتشات اكتر. ما هو دي الفكره بقى، ان هو ليه احنا بنسيبه لغايه ما يكون في خصام الصغير، يعني ما شاء الله 32 سنه دلوقتي. بالتالي انا وجهه نظري الشخصيه ان احنا لازم يكون في مدوره كبيره جدا في المركز ده بالذات، يعني ثلاث اربع ماتشات وتحط البديل، ثلاث اربع ماتشات وحط البديل عشان ما نفتقدوش فترات طويله ونحافظ عليه قدر الامكان. حنفي علي من رايي احمد طبعا عشان انا بحب ادلعه يعني.
علي من رايي بيجسد مقوله مهمه جدا، ان مش شرط تكون انت تكون من طالع من النادي الاهلي عشان تكون انت ابن النادي. على انا فاكر تفاصيل لما جه في 2016 النادي الاهلي، فاكر تمسك علي ان هو يجي بالنادي الاهلي، كان وكيل علي معلول ساحده صديقي، علي كان متمسك جدا ان هو يجي النادي الاهلي. تجديد لعلي معلول شيء كبير مش على المستوى الفني بس، رانا كوش ان علي معلول فنيا مستوى فارق جدا مع النادي الاهلي، يمكن من رايي انا افضل باك شمال موجود في مصر وفي افريقيا. ولكن تجديد لعلي معلول هو انك بتجدد للاعب شخصيه قويه، لاعب هيضيف ليك داخل غرفه خلع الملابس. والحقيقه ان الموضوع لو خدناه من زاويه اوسع شويه، الاهلي مميز جدا جدا في اخر موسمين في حته تجديد اللعيبه وقوام الفريق، تامين اللاعبين. لا. دي بصراحه الاهلي تفوق فيها بشكل كبير جدا جدا عن باقي الانديه، رغم الازمه الماليه اللي بيعيشها الانديه في ظل الكورونا. كل اللعيبه بتاع النادي الاهلي باستثناء وليد سليمان اقرب لاعب هيخلص في صيف 2023، يعني كمان موسمين. علي معلول، محمد الشناوي، اليو ديانج، في خطه كده ماشي عليها مجلس اداره النادي الاهلي وامير توفيق مميزه جدا ناحيه ان هي تامن لعيبه النادي الاهلي المهمين، بل ممكن نقول السكواد كله لفتره طويله. في لعيبه عقدها يخلص في 2026، ودي نقطه مهمه جدا جدا نجح النادي الاهلي فيها في ظل ان في ازمه ماليه كل الانديه في مصر بتعيشها. حقيقي برافو مجلس اداره النادي الاهلي وبرافو امير توفيق على التخطيط الجيد للموضوع دوت. دي عقود اللاعبين طبعا اللي بتنتهي في 2023، رامي ربيعه، حسين الشحات، ياسر ابراهيم، قول يا عيشو. 23 محمد حنفي، معلش 23 مثلا محمد محمود واحمد عبد القادر وعمار حمدي، كلهم شباب صغير. رامي ربيعه، حسين الشحات، ياسر ابراهيم في 23 برضو، وعلي معلول وايمن اشرف وبدر بنون في 2024. اوكي. وعمرو السوليه، محمد وعمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه ومحمود كهربا في 24. علي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وبيرستاو في 24. 25 الشناوي، اكرم توفيق وصلاح محسن، كل النجوم الفريق يا كابتن مؤمنين بشكل جيد جدا جدا في ظل ان كل الانديه في مصر يعني بتعاني من النقطه دي. ميكيسوني وطاهر في 25، في لعبه في 26 برضو. 26 اليو ديانج اللي هو بالنسبه لي احد اهم المواهب الموجوده الافريقيه في الدوري المصري، وحمدي فتحي وكريم فؤاد وحسام حسن. طيب ده من 2023 او من 22 لغايه 26 باستثناء وليد سليمان هو اللي هينتهي عقده في الصيف الجاي، غير كده كل لعيبه النادي الاهلي مؤمنه بشكل جيد جدا، ودي خطوه مهمه قوي من مجلس اداره النادي الاهلي وامير توفيق. اعتقد ان دي زي ما احمد بيقول ان هي خطوه مهمه جدا، ولكن في نفس الوقت تحتاج الى اداره كره قويه جدا عشان تقدر تعمل كده. بالتاكيد محتاج انت اداره تسويق، يعني محتاج انت برضو تعمل تعاقدات بشكل مستمر، يكون في تدفق مالي كويس، ما يبقاش انت عندك ازمات ماليه خصوصا في ظل العالم كله دلوقتي بيعاني بسبب وباء كورونا يعني. لكن الحمد لله نقدر نامن دلوقتي عقود لاعبينا وقائمه فريقنا ككل لكذا موسم جاي، فدي طبعا حاجه ايجابيه جدا تحسب لاداره الكوره ولجنه التخطيط ومجلس الاداره طبعا ككل. اتكلمت عن اليو ديانج وقلت انه واحد من افضل المواهب اللي موجوده في مصر، اشرح لنا اكتر. اليو ديانج بالنسبه لي هو مش مجرد لاعب افريقي جبناه سنه صغير، بدنيا هو قوي. اليو ديانج فيه ميزه بعتبرها ما كانتش موجوده في افارقه كتير قوي بتيجي مصر، وتحديدا زوج بشر السوداء السمراء، ان هو لاعب ذكي. فكره ان هو لاعب ذكي بالاضافه ان هو بدنيا قوي بتساعد ان هو يتكيف في مراكز كتير في نص الملعب. انا بشوف اليو ديانج ممكن يلعب سته وممكن يلعب ثمانيه والاثنين بيجدهم بمستوى متقارب. دي ميزه لاليو ديانج، ميزه كبيره جدا. لاعب بشوف نص الملعب عنده شخصيه، شايف الملعب كويس دايما، سنه صغير تقدر انك تستفيد منه على المستوى الفني لفتره طويله جدا. اليو ديانج سنه صغير عنده 23 سنه، ولو فكرت انك تسوق اليو ديانج هتقدر تسوقه بشكل جيد وهتجني منه ثمار. اليو ديانج احنا جايبينه مش مبلغ كبير، بحوالي مليون و200 الف دولار. اليو ديانج كان جاي لنا فيه 6 و5 و6 و7 والاهلي رفض يبيعه. دي قيمه اللاعب، ودي قيمه العين اللي بتشوف اللاعب كويس. ان يكون عندك سكواد كشاف بيقدر يشوف اللعيبه كويس. فالاهلي بيجني ثمار ان هو قدر يجيب اليو ديانج، لاعب مبشر سنه صغير بيضيف فنيا بشكل جيد جدا، بدنيا مميز جدا جدا، وان شاء الله باذن الله يكون يستمر في اللي هو بيضيفه مع النادي الاهلي. ايش عايز تقول حاجه؟ انا عندي بس تعليق بالنسبه لديانج بالذات. اتفضل. ان هو طبعا مش هقيمه على مستوى استخلاص الكوره، على مستوى الاداء الدفاعي كمركز سته، لكن اذا مش شايفين كده في هدفين الراجل اللي مشارك فيهم في ماتش القمه الاخير، طبعا احنا عايزين الدور ده اكتر، عايزين دور التسديد. هو راجل ما شاء الله بيكمل وبيستمر، ولاعب ذكي، لاعب ذكي جدا جدا، ودي ميزه. فالتسديدات بقى في اليو ديانج في نص الملعب دايما بشوفه لاعب عنده رؤيه،
لاعب ليه وجهه نظر في ليه وجهه نظر في نص الملعب. فهو دور التسديدات يعني شايف ان هو لو كمل بالتسديد خصوصا هو موفق في دلوقتي هدفين هو في ماتش قمه مش اي ماتش يعني. نعم. فاحنا لو هو ما شاء الله رجله تقيله بس احيانا كتير بتلاقيه بره الصندوق او بره التلات خشبات يعني. فاحنا عايزين يكون في تدريب اكتر على العنصر ده، عنصر قوي مهم جدا اللي انت تكون جاي من نص الملعب كده وتشوط وهو ما شاء الله رجله تقيله، فانت بقى تظبطها على على المرمى نفسه هيكون في معدل اهداف اكتر جدا من اليو دانج يعني. معلش عايز اخدكم لحاجه تانية قبل ما اروح للمنتخب وبقيه الكلام على النادي الاهلي. السوشيال ميديا ودورها مع النادي الاهلي يا حنفي. السوشيال ميديا دورها مهم جدا مع النادي الاهلي. كان في حاجات كتير الاعلام بيصدرها للناس وحاجات معينه عن النادي الاهلي بيصدرها للناس ما كانتش بتبقى واضحه. دور السوشيال ميديا هنا ودورنا احنا كناس اهلاويه بنحب النادي الاهلي بنحاول ان احنا نفسر الامور، بنحاول ان احنا نوضح الامور لجماهير النادي الاهلي بشكل مفسر شويه بشكل بسيط بشكل الشخص العادي اللي ماسك الموبايل بتاعه بيعمل سكرول على السوشيال ميديا يفهمه. مش شرط ان انا اقول له كلام كبير، مش شرط ان انا احاول اوصل له الصوره بشكل كبير، لا هو بشكل مبسط بحاول ان انا اوصله له وبحاول في نفس الوقت ان انا ادافع عن النادي الاهلي، حق النادي الاهلي فقط. مش بنحاول ان احنا نعدي ان احنا نطالب بحاجه مش حقنا، لا حق النادي الاهلي فقط هو اللي بنطالب بيه. هو دور السوشيال ميديا في كده في الدفاع عن النادي الاهلي. ان احنا دايما بنكون واقفين سد منيع لحق النادي الاهلي وبندافع عن النادي الاهلي باستماته. ويشو انا شايف بقى ان دور السوشيال ميديا الاهلاويه مختلف جدا، لانه معلش اذا كان الاعلام التلفزيوني محكوم شويه كده كده بضوابط اخلاقيه وضوابط حتى رقابيه بشكل او باخر، لكن السوشيال ميديا انت رقيب نفسك، ورغم كده هتلاقي جل مش هنقول يا سيدي كل لكن معظم الصفحات الاهلاويه ومؤثرين في جمهور النادي الاهلي عندهم ضوابط اخلاقيه طبعا، بتلاقي بعض جمهور المنافس بتلاقي فيه قريب من اخلاق النادي الاهلي بالظبط، بتحاول بالزبط. ان انت تاخد اخلاق النادي الاهلي وتعملها. ده حقيقي ان انت مفيش الفاظ خارجه في انتقادك، مفيش الفاظ خارجه حتى في انتقاد المنافس او انت حتى زي ما بيسموها في السوشيال التحفيل، لا انت بتتكلم بشكل لطيف جدا بتهزر عادي كلنا بنهزر مع اصحابنا، لكن بشكل ضابط بشكل اخلاقي ما فيهوش الخروج، ما فيش بقى الخوض بقى في اعراض يعني بعض النماذج اللي بنشوفها على السوشيال ميديا اخرى يعني. بالظبط خالص مظبوط. عندنا ميزه يا كابتن بنعترف بالسلبيات، لما يكون في سلبيات بنتكلم عليها، واول ناس بنتكلم عليها احنا بنقول لا في سلبيات في حاجه هنا ممكن نعدل فيها. ودي نقطه ايجابيه في السوشيال ميديا بتاع النادي الاهلي ان هي مش دايما بتحاول تجمل الصوره حتى لو الصوره سيئه، لو في سلبيات بنتكلم في السلبيات. بالعكس ده احنا اصلا حقيقه ودي نقطه اصلا بتزعلني من السوشيال ميديا الاهلاويه وبتزعلني من جمهور الاهلي، ان هو احيانا ودي النقطه بتكلم فيها كتير طول عمري بتكلم فيها، انه مثلا احيانا بنلعب مثلا ماتش وحش فنيا وحش بس لينا ضربه جزاء لينا هدف ملغي. في للاسف يعني كتير يعني اسمحوا لي اقول كتير من جمهور الاهلي عنده قناعه ان هو طالما انا وحش ما اتكلمش، لا انا اتكلم اديني حقي، مش دور الحكم. انا بحب اتكلم عن التحكيم كتير يعني، مش دور الحكم ان هو يقيمني. انت كل واحد بيشوف شغله، اللاعب لو اثر في شغله فنيا فانت كحكم ما ينفعش تاثر في شغلك ان انت تعاقبني ويكون في ضربه جزاء واضحه ما تحسبهاليش. اعتقد احسبها اعتقد اتحاد كره القدم المنتخب هيكون له دور، او يعني اتمنى ان هو يتصارد. يعني هل ده ممكن يعني بيني وبينك احنا من 2019 لغايه دلوقتي مفيش اتحاد لجان 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 لما خلاص اتحاد الكره يا كابتن الممثل في جمال علام الاستاذ جمال علام قدامه تحديتين كبار، حاجتين كبار جدا. نعم. هيواجهوه اول حاجه زي ما حضرتك قلت في المقدمه، اول حاجه هو ان هو يجد حل لازمه كاس العالم للانديه المتضاربه في المواعيد مع كاس الامم. نعم. دي مساله اتحاد الكوره، النادي الاهلي بيمثل مصر في البطوله ديت. النادي الاهلي مستحيل تحرمه من احد اهم ست لعيبه في الفريق او احد اهم ست لعيبه في مصر في بطوله مهمه زي كده. تسعه كل الدوليين يعني بتسعه كل الدوليين باستثناء ما عدا منتخب مصر لو حسبنا بدر بنون وعلي معلول وأليو ديانج. فدي مهمه اتحاد الكوره بالاضافه للتحكيم. الاهلي بمنتهى الامانه الموسم اللي فات حتى لو الاهلي فنيا في اخر 7-8 ماتشات كان لينا بعض التعليقات. هو ده الفرق بقى لينا بعض في السوشيال ميديا نفسها، ان انت هنا بتقول انا عندي اخطاء وكل حاجه بس يا جماعه زي ما ايشو قال كده بالظبط ادينا حقنا حقنا. يعني السنه اللي فاتت في اخر 7 ماتشات الاهلي ما كانش فنيا اعلى حاجه، ده كان طبيعي طبقا ان الاهلي لعب موسمين متلاحمين في بعض عمل فيهم انجازات كبيره جدا جدا صعبه. ورغم كده الاهلي في اخر 7-8 ماتشات لو رجعنا حالات التحكيم هتلاقي ان بالظبط ان الاهلي فقد لا يقل عن 9 نقط في 7-8 ماتشات كان يستحقهم بسبب التحكيم. صح. لو رجعنا ممكن نفي على ما افتكر يعني ماتش اسماعيلي ماتش طلع الجيش اكتر من ماتش الاهلي كان يستحق ان هو يكسب وكان بيخسر او بيتعادل بسبب خطا تحكيمي واضح على النقيض ان خصمك بياخد بنفس الطريقه
وبيستفيد بوجود الفار في بالنسبه خلاص احنا تجاوزنا السنه اللي فاتت يعني بالزبط. انا اتمنى وبيني وبينك احنا لما كنا بنتكلم مع لجنه كنت برضو وانت بتتكلم لكن انت دلوقتي بتتكلم مع اتحاد كره قدم او منتخب. مجلس اداره لاتحاد كره القدم منتخب وفي نفس الوقت باغلبيه ساحقه بالظبط يعني 106 صوت يعني 106 صوت 109 صوت من 116 وصوت واحد وستة وستة للقائمه الثانيه دي اغلبيه ساحقه ما شفناهاش قبل كده من زمان بالظبط فاحنا لينا برضو الاتحاد زي ما الاتحاد المصري دور عشان برضو الاتحاد الافريقي له دور يعني الناس دلوقتي فرحانة بالظبط المواعيد في الناس هنا يعني شفت الاعلام المصري فرحان وبيقول ان هو لا اخيرا افريقيا لها صوت بقى وان احنا مش هيفضل دايما تحت عباية الاتحاد الدولي يقول يمين يمين شمال شمال اوكي انا مع يعني الحته الانتماء الوطني القاري حتى ده اوكي انا معاه طب ما هو فين انت دلوقتي فرحان عشان افريقيا مشت كلمتها على الاتحاد الدولي فيما يخص افريقيا طب ما هو برضه في ممثل لافريقيا زي ما الاهلي ممثل لمصر في الكاس العالم للانديه برضه الاهلي ممثل لقاره افريقيا كلها مزبوط. والاتحاد الافريقي هو مطالب مش بس احنا بنرجوه يعني لا هو مطالب ان هو يتدخل ويكون في طلب رسمي كده للاتحاد الدولي لان دلوقتي النادي ده هيكون اكتر نادي متضرر من 9 لعيبه في 9 لعيبه غايبين عنه وعليز. حتى على فكره لو رجع بعد كده هيكون برضه مرهقين برضه بسبب البطوله هو ده حتى الاستاذ احمد مجاد لما كان بيتكلم كان بيتكلم بثقه كبيره قوي ان الاهلي هيلعب بكامل نجومه احنا نفسنا نعرف دلوقتي ازاي الحل اللي هو كان عينه لنا مثلا الاستاذ احمد اويس عنده ثقه برضو زميلنا طبعا احمد اويس عنده ثقه كبيره جدا يقول لك انا لسه شايف ليه بوست من شويه بيقول لك انا متاكد ان هو اربع التحت طبعا طب ايه الحل مسؤوليته هو انا ماليش اي علاقه بالموضوع طب ما هو ايه الحل يعني هل هم عارفين حل سحري هم مخبينه عننا لا ما بيقول لك هتاجل اربع ايام كاس العالم في ناس متاكده من الموضوع ده كانها يعني هو التاجيل ده هيبقى كويس يعني اكيد احسن من ما فيش بس هو للاسف نص العمل يعني بيقول لي الامارات عندها ماتش يوم واحد في تصفيه كاس العالم يوم واحد والسعوديه عندها ماتش في اليابان يوم واحد والمكسيك عندها يوم واحد فبراير مباراه نتمنى طبعا ان يتم التاجيل لان فعلا الاهلي لو هتبقى كارثه كبيره يعني منتخب الامارات هيلعب يوم واحد في الامارات في ايران انا اسف الجزيره ازاي هيلعب يوم 3 وعنده لعيبه في المنتخب بالظبط في المنتخب وعلى فكره هي حتى برضو بعد التعديل ده كمان في مشكله حته الارهاق والاصلا ريتم الاهلي ريتم الاهلي موسيماني في ماتش الرجاء قبل ماتش الرجاء بالظبط حته ريتم الاهلي ان هو الاهلي للاسف كان بيبني احنا بدانا 6 ماتشات فوز متتالي المستوى تصاعدي وبتكسب وتدي ثقه واللعيب بدات كاس العرب قلت هي دي المشكله رجعت قوام الفريق الرئيسي للأسف. كله بدنيا بيعاني خلص كاس العرب رجع لعب في الدوري ماتشين ثم سافر لكاس الامم بالزبط. وهيرجع يلعب في كاس عالم الانديه يعني. انت متخيل بالاضافه ان نفس اللعيبه ديت كان بقى لهم 3 سنين ما ارتحتش من كورونا من توقف كورونا في 2019 ما ريحوش مظبوط 3 مواسم متلاحمين في بعض خدوا منهم 2 افريقيا وبينافسوا على الثالثه وخدوا منه وخدوا فيها دايما لما بنسمع الكابتن خطيب وهو بيتكلم بنسمعه ان هو بيشيد دائما بهؤلاء اللاعبين وبهذا الجيل من اللاعبين لان هو عارف قد ايه كانوا مضغوط عليهم فنيا وبدنيا خلال السنه اللي فاتت تحديدا وقدر ياخد 6 بطولات من 8 او 7 بطولات من 8 بالظبط عاشوا ظروف صعبه جدا في ظل كورونا في ظل حاجات كتير قوي في ظل ضغط بدني كان اللعيبه بيعيشوه اللعيبه خلصوا بطوله افريقيا بتاع الزمالك 2020 2021 كانت الفرق بينهم اسبوع بالظبط الفرق بينهم بين ماتش بدايه البطوله اسبوعين بالظبط او 10 ايام بدون اي راحه فده كان طبيعي جدا الدروب اللي بيحصل واللي مقلقني اكتر ان اللعيبه هترجع من كاس الامم تروح كاس العالم بالظبط مستوى اعلى كمان يعني ده طبيعي من كاس الامم لكاس العالم على طول طب هي اللعيبه دي ايه اللعيبه دي بتتعب برضه اللعيبه دي فريق كويس جدا طبعا واحد من الفرق الجيد وماتش يعني مهم التنافس على كاس العالم انت محتاج تكون في اعلى مستواك انت مش محتاج ان انت تكون بتستعيد مستواك في كاس العالم لا انت رايح وانت في التوب فورم بتاعك في البيك بتاعك فطبعا ده للاسف ترتيب المواعيد خلى للاسف يعني حظوظ الاهلي في كاس العالم اللي جاي ده مش كبيره عكس اللي فات يعني اللي فات للاسف اللي عطلنا القرعه الحته دي مواجهه البايرن اللي هو لا يرحم يعني ده اللي عطلنا كان ممكن نوصل على الاقل للنهائي فكانت فرصه افضل لكن للاسف السيناريو بتاع الحالي يعني للاسف خصوصا انا مش بتكلم فنيا احنا ممكن نروح ابعد كمان ممكن نوصل النهائي كمان بس لو كان السيناريو ده مش موجود في حته ان ده بعد افريقيا لو هو كان في نهايه الموسم مثلا او في بدايه الموسم يعني اي حاجه غير بعد افريقيا للاسف السيناريو ده ما خدمناش يعني كرويا ما خدمناش مع ان الكره خدمتنا يعني اشتركتوا في المسابقه ولا لا لو لقيت انا ما اعرفش ارقام بس لو لقيت ارقامكم هتحذف اكيد احنا انتظرونا بعد قليل ان شاء الله بعد هذه الفقره هيكون معانا سحب على اول فائز
في مسابقة الأهلي في المونديال، هيكون متواجد معانا إن شاء الله عشان يتفرج على مباراة النادي الأهلي ونادي مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير. أنا بتكلم على المواعيد الحالية اللي موجودة قدامنا، إن شاء الله يكون معانا. لسه على فكرة بنستقبل الرسائل والتليفونات على 0900 500، ده من أي تليفون أرضي، و 1795 من أي مسج حضرتك عايز تبعتها بعتها على رقم 1795. وبالمناسبة السحب هيبقى على الهواء، يعني مع حضراتكم هنا زي ما قلت لكم كده، هقف على الشاشة دي واعمل ومشي الارقام ونختار، ومندوب وزارة التضامن هيبقى موجود معانا الاستاذ محمد ابو العلا عشان برضو يتابع ما يحدث. وفي النهاية سيكون هناك متسابق اهلاوي، يعني اي حد اشترك يقعد قدام التلفزيون هو ممكن يلاقيه في ثانية اسمه على الشاشة. بالظبط كده، ده على الهواء، هنكلمه على الهواء، حاجة اللي هي على الهواء، هنكلمه على الهواء، يعني يجهز تليفونه ويقعد قدام البيت الكبير. يعني احنا دلوقتي عملنا كده ودوسنا، طلع مثلا رقم 0 15 20 30، هنكلمه ونقول له انت معانا على الهواء، فزت بالمسابقه. ممكن بقى يقول لك انا مسافر، عايز اسافر، مش عايز اسافر، يعني ما نشوف هيعمل ايه. انا 0000 يا كابتن والله. انا 0000 رن عليا. خلينا نروح نتكلم عن منتخبنا الوطني، لانه المنتخب الوطني خلاص كلها كام يوم ويكون نيجيريا في مباراه الاستعداد، وطبعا لكاس الامم الافريقيه ومباراه نيجيريا. ايشو المنتخب وتصريحات كارلوس كيروش واختياراته للقائمه، الموضوع بشكل عام كده شايفه ازاي؟ هي القائمه للاسف هو اثار جدل حتى في اختياره، يعني هو اختيار في الاول اعلن عن 25 لاعب، بعد كده طلع تصريحات ان هو يا جماعه اصل عشان التدريبات وكلام من ده والزحمه وكده، وتاني يوم لما عرفوا ان في بعض المنتخبات بتعمل 28 فبقت 28 وضم ثلاثه تانيين، فاللي هو يعني ده اصلا تخبط غريب شويه. والتخبط الاكثر في عدم اختيار قفشه، انا عندي مشكله في عدم اختيار اهم صانع العاب في مصر ومن اهم اللاعبين محليا طبعا في افريقيا في دوري ابطال افريقيا وكده. فاحنا بنتكلم عن لاعب، انا هنا مش بقول ان هو الافضل في المطلق، يعني مش اللي هو الافضل كافضل لاعب في مصر، انا بتكلم في المركز ده، في المركز ده انت ما ينفعش يكون عندك لاعب بالقيمه دي وما تختاروش على حساب لاعب لما تحطه في مقارنه معاه مش هتكون لصالحه، والمقارنه بسبب العمر. يعني انا مش بقلل برضه بعبد الله السعيد مع كامل الاحترام ليه، لكن لما تحط ان قفشه في المباريات الدوليه كلها 13 مباراه بالدقائق 787 دقيقه، شارك فيهم في سبع يعني مشاركات دوليه، يعني سبع اسيستات او سبع مساهمات منهم اربع اسيستات، فاحنا بنتكلم عن معدل ممتاز جدا في مقابل انه عبد الله السعيد صفر في نفس عدد المباريات نفس عدد الدقائق. فاذا احنا بنتكلم هنا عن افضليه دوليه لصالح قفشه. ايوه. اما حتى على مستوى الانديه النهارده قفشه هو افضل اسيست يعني صانع العاب للنادي الاهلي في السنه دي 18 اسيست، واجمالا واجمالا احنا بنتكلم 105 مباراه 52 مساهمه لقفشه 31 اسيست، 31 اسيست ده رقم كبير جدا لمحمد مجدي قفشه. فاذا ازاي انت ما تختاروش وتقول لي انا معتمد على احصائيات، فدي احنا ردنا عليك بالاحصائيات. معتمد على بدنيا، فبدنيا ازاي لاعب 25 سنه هيكون اقل من لاعب 37 سنه؟ ازاي يعني؟ مش عارف. قفشه لعب الموسم ده كابتن انا بحبه جدا قفشه، يعني اخويا الصغير يعني بنتكلم على طول، بس بعيدا والله عن ان انا بحبه وان انا اهلاوي وان انا بحب قفشه ده، لكن ما تيجي تتكلم عن الموضوع بالمنطق. لا بس ماشي اسمع منك يا احمد. قفشه في 2021 يا كابتن لعب 67 مباراة. لعب 67 مباراة مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر، ده رقم مش صغير على لاعب في الدوري المصري. إن لاعب يتحمل عبء بدني ل 67 مباراة في 2021 فده كان رقم كبير جدا على قفشة، وده ردا ليه قفشة في بعض الأوقات بيكون في دروب في مستواه. أو ليه مثلا جمهور طبيعي طبيعي ده طبيعي ده اللي الناس مش قادرة. وفي لعيب أبو تريكة نفسه ده الراجل قال له مرة، مانويل جوزيه قال له مرة 2-0 مش 0 هو 2 2-0 يعني دي يعني ما حدش بياخدها. ابو تريكه خد 2-0 مره وده اللي مره وده اللي الناس مش تفهمه، ان هو قفشه فعلا من اللعيبه اللي هي من 3 سنين ما ريحش. ما ريحش حرفيا من 2020 لحد اللحظه ديت 3 بطولتين افريقيا 3 دوري، ده الثالث اهوت ليه ما بيريحش. فعدد كبير جدا لقفشه في 2021، فبدا السيزون دوت مش بادئ افضل حاجه عشان نبقى واضحين، ولكن مجمل قفشه بقى ما نيجي نقيم قفشه مجمل قفشه، لا قفشه لازم يكون موجود. اللي انت بتقوله ده هو عارفه على فكره. ما انا عارف الكلام اللي هو اللي انت بتقوله ده، هو مزعلش مش زعلان، هو شايف، لا هو طبعا مزعلان، لكن هو شايف ان هو فعلا عنده افضل، لكن هو يا عيني
مضغوط بالظبط كده نفسيا وبدنيا ومرهق ومجهد وكل حاجه. مجمل قفشه بقى لا في السكواد اللي موجود مع منتخب مصر في امم افريقيا لا لازم يكون موجود. اضافه هتحتاجه في اوقات كتير قوي. قفشه لاعب بيلعب في العمق بشكل جيد جدا جدا. أيوة. لاعب يقدر يديك ال 90 دقيقه بشكل ممتاز عكس عبد الله. عبد الله السعيد طبعا لاعب كبير مش هقدر انكر ده، ولكن عبد الله السعيد لاعب السن وعوامل كتير قوي مش هتساعده يلعب. لا عبد الله لعيب جامد جدا طبعا بالظبط، ولكن قفشه هو ده، هي دي سنه الحياه. انا عندي تعليق ان هو قفشه دلوقتي مش احسن مستواه، انا معاك في دي، بس احسن مستواه مقارنه بقفشه نفسه. لا بالظبط كده، قفشه صح بالظبط. أيوة. أيوة. دي مهمه جدا بالمستوى القفشه رقميا على فكره، هقول احصائيه دلوقتي مقارنه بالمستوى اللي قفشه عاشه مثلا في 2020. اه طبعا في اول 20 في نص 20 بالظبط، خلاص ما الناس شافته بالظبط كده. آه خلاص الناس شافته فهتقارن بقفشه نفسه بالظبط. آه. البطوله العاشرة قفشه كان بصراحه احسن لاعب في مصر، مش في النادي الاهلي، احسن لاعب في مصر بمنتهى الامانه، قدم بطوله كبيره جدا. فهو مجمل قفشه لا كان يستحق يكون موجود في الفريق. آه. ده ولاعب اخر برده كنت شايفه ان هو كان يستحق يتم النظر ليه على الاقل، احمد ياسر ريان. احمد ياسر ريان عامل مستوى هايل جدا جدا في الدوري التركي. احمد من اللعيبه اللي هي مش بيبص لها كتير، بس احمد مهاجم موهوب. آه. مهاجم كبير، مهاجم ممكن تعتمد عليه في فتره ما. اه احمد لاعب متنوع، يعني احمد جاب 3 اجوان في الدوري التركي لحد دلوقتي، واحد برجليه الشمال، واحد باليمين، واحد بدماغه. جايب 4 في الدوري في كاس تركيا، 2 بدماغه، واحد بالشمال، واحد باليمين. اه فاحمد لاعب متنوع، لاعب تقدر تعتمد عليه، لاعب انا من رايي انا كان ممكن يكون موجود، كان ممكن يكون موجود مع مصطفى محمد ومحمد شريف. يعني دي ارقام احمد ياسر ريان، لعب 18 مباراه في الدوري التركي، سجل 3، صنع 1، واحد باليمين، واحد بالشمال، واحد براسه، فارقام هايله. وفي الدوري في الكاس التركيه برده جايب 4 اجوان في 3 ماتشات. ايوه فارقام احمد ياسر ريان بعيدا دي ارقامه في كاس تركيا، وبعيدا عن ارقامه احمد لا، احمد من رايي انا كان يستحق النظر ليه في البطوله ديت. بس هو لعب محمد شريف حتى مهاجم، يعني كاس الامم الافريقيه. اه نعم. يعني احنا دلوقتي بنتكلم في احمد ياسر ريان اللي هو ان شاء الله طبعا لاعب مبشر جدا، وهيجي ان شاء الله ان شاء الله يرجع الاهلي تاني، اتمنى يرجع الاهلي تاني يعني ان شاء الله، لان هو بارقامه دي مبشر جدا. لكن احنا للاسف برضه هو للاسف حتى كيروش ما عنده عدم قناعه بمحمد شريف اللي هو مهاجم مصر الاول في مركز المهاجم، هو بيعتمد عليك كجناح ليه يا معلم؟ ما تلعب بيجي انت عندك احسن مهاجم في مصر ليه تحطه جناح؟ بتخسره كمهاجم وبتخسره كجناح، هو اصلا مش ده مركزه. فهو احنا بدل ما بنتكلم يعني اعتمد على تريزيجيه وينج شمال، مش وينج كمان باك شمال يعني ماشي. ما نشوف عموما احنا في ظهر المنتخب يعني اكيد طبعا يعني. اي حاجه تتوقع ايه للمنتخب اخيرا يعني، تتوقع ايه للمنتخب خلال الفتره اللي جايه يا احمد؟ متوقع يعمل بطوله جيده، وكنت مستغرب جدا من تصريحات كروش. المنتخب معاه سكواد هايل بصراحه، سكواد تقدر تراهن بيه وتراهن عليه في البطوله دي بشكل جيد جدا. ايوه تصريح حط عبء على اللعيبه اكتر من رايي انا. لان اللعيبه دي لو ما قدرتش تعمل نتيجة جيدة في كأس الأمم هتتحط تحت ضغط أصلا في ماتشات النوك أوت في تصفيات كأس العالم. لا بعدها إنك بشهر إنك لسه عامل أداء مش جيد وخارج من أمم أفريقيا، عكس لو عملت أداء جيد، عكس لو وصلت لمستويات بعيدة في البطولة هتلاقي في دعم في مباراة النوك أوت، فهتلاقي في ضغوط أقل على اللعيبة. أوكي. فمتوقع أو من المفترض يعني المنتخب مصر مع سكواد يقدر يروح بهذا بهذه القائمة الجبارة استثناء الأخطاء يعني. اللي عملها كارلوس كيروش أعتقد أن ممكن جدا نصل لأبعد من أنا رأيي أن هو يقدر يوصل لبعيد بالمنتخب. أتمنى طبعا هو يوصل لبعيد لغاية الفوز بالبطولة. يعني أنا بالنسبة لي يمكن في ناس تختلف معايا، أنا بالنسبة لي الفوز بأمم إفريقيا أفضل من التأهل لكأس العالم والخروج من دور المجموعات. انا اشوف حضرتك اختلفت طبعا معايا. ليه؟ لانه الفوز بامم افريقيا ده انجاز. احنا اكتر فريق او منتخب اخذ البطوله 7 مرات، اللي انت تاخدها المره الثامنه ده انجاز. لكن ان انت تطلع زي المره اللي فاتت كده توصل كاس عالم بس، المواد هو عقده بس عندنا وتحلت الحمد لله يعني، تتاهل لها وتبقى ال 31 من 32 منتخب، دي حاجه اصلا اظن مش حاجه ايجابيه اصلا يعني، دي عيب على منتخب بقيمه منتخب بس مصر. هي الحقيقه وبعدين هو كاس عالم، كاس عالم كابتن. اه بالظبط، كاس عالم تعمل حاجه كاس عالم يعني. بس هي الفكره تعمل حاجه كاس عالم مش تروح كاس عالم. لو ظهروا بشكل سلبي في كاس امم ده هينعكس عليهم في مباراه النوك اوت. هي دي الفكره، ان الاثنين في الوقت الحالي طبقا ان هم مضغوطين في بعض بيكملوا بعض. كاس عالم يعني الواحد لكن حياته كلها دايما يقول لك كاس امم وكاس عالم. صدقني كابتن عشان خصوصا الجيل بتاعكم كمان، الجيل بتاعكم عمل كل حاجه، 3 امم افريقيا فكان في بس هي في عقده. هو ده ما هو ده اللي بقول لك عليه. يعني دلوقتي حضرتك هل اصلا طب الجيل دلوقتي الجيل بتاع الجزائر دلوقتي كلنا عارفين الجيل بتاع الجزائر دلوقتي احسن من جيل 2010، رغم ان جيل 2010 برضه وصل، يعني جيل 2010 بتاع الجزائر وصل لكاس العالم بس ما عملش حاجه، خرج برضه يعني زي ما احنا بنقول كده حصلت مجموعه يعني زي ما بيقولوا. بس عايز اقول لك حاجه، انا في 2002 كنت بلعب في كاس العالم. في 2002 كنت بلعب تصفيات كاس العالم. بلعب
مصر كلها كانت حزينه بعد ما ما صعدناش بعد ماتش الجزائر الاخراني برضه عشان السنغال لو فاكرين يعني السنغال التاهلي طبعا فلا كانت حصره كبيره جدا على الاقل وبالنسبه لناس كتيره جدا اي لاعب بيبقى بيتمنى يلعب كاس عالم كان جيل عظيم برضه التاهل بس على فكره كابتن محمد وحسام وكابتن ابراهيم وعبد الستار صبري وكابتن هاني لا والفرص غير كانت بتضيع اصلا كنا احنا كنا منحوسين في الفرص احمد حسن وكابتن بركات كباتن كبيره يعني عشان ما انساش حد انا مش بقلل من التاهل لكاس العالم نادر السيد كان حارس مرمى برضه تقريبا انا مش بقلل من التاهل لكاس العالم هو التاهل لكاس العالم ده اكيد يعني ده حلم وان انت تتاهل ده الطبيعي اصلا انت مصر منتخب مصر يتاهل لكاس العالم ده شيء طبيعي وعلى فكره كمان ان هو اصلا من يعتبر النسخه اللي بعد الجايه بقى انت بتتكلم ان المنتخبات هتبقى 48 وهيزيد وهكذا فاصلا التاهل في حد ذاته هيبقى شيء طبيعي وبالتالي الدور المجموعات احنا عشان احنا عندنا مشكله معاها صدقني عشان احنا عندنا مشكله بقالنا قاعدين مستنيين من 90 ل 18 من 90 ل 18 فانا فاهم ان في بس هي ازمه هي عقده لكن اتحلت العقده هيبقى التاهل عادي الانجاز بس ان انت تعمل حاجه بس يا عالم يعني تعدي دور ال 16 توصل بقى الحاجات الانجاز اللي انت ما فيش فريق افريقي عمله انت تعدي مثلا دور الثمانيه ده بقى الانجاز اللي انت تفتخر بيه حتى لو ما خدش بطوله اكيد مش تاخد كاس عالم يعني طبعا بس يبقى اكيد التاهل دور الثمانيه مثلا ده وقتها ممكن اقول لك اهم من الفوز بكاس الامم الافريقيه لكن ما تساويش اصلا ما تعرضش اصلا يعني مفيش تعارض ما بين الفوز بامم افريقيا والتاهل لكاس العالم ما تاخد دي مفيش تعارض طبعا دي الفكره يعني هو مفيش تعارض بس يعني ما. بس انا اتمنى كمشجع اشوف منتخب مصر في كاس العالم يعني انا لو ما خدتش كاس الامم ورحت انا هبقى مبسوط انا شخصيا أنا كمشجع هبقى مبسوط كاس العالم باداء كوبر برضه يعني نروح باداء كوبر برضه باداء ايه باداء كوبر الواحد لا الف حلال بس نروح وبعدين نبقى نروح نتفرج معاهم من رايي كوبر عمل حاجه بالجيل ده كان هو عمل حاجه طبعا وصل النهائي وتاهل اوكي يعني الراجل يشكر بس احنا كنا عايزين احنا دايما بنحب بنشوف مع ان اصلا اداء الجيل الذهبي كان بيلعب على الهواء المرتد اصلا يعني طبعًا. بشكل مرتد بس على الاقل بتجيب بتحقق نتائج بتبقى انت مبسوط ان انت بتلعب ايطاليا تكسب بتلعب البرازيل اخر لحظه كنت متعادل الدنيا رايحه جايه فانت يعني ده انجاز وكان حتى فعلا مستمتعين بتكسب برضه الكوت ديفوار بتكسب الكاميرون بسكورات 3-4 وارقام يعني جميله جدا لكن للاسف ان انت تكسب حتى بقيت دلوقتي تلعب اقل فرق مع كامل الاحترام لجميع الدول يعني اقل فرق في افريقيا بتيجي تلعبك اقل فرق فنيا يعني فنيا طبعا في افريقيا بتيجي تلعبك في ملعبك هنا وانت تبقى انت اللي واقف بتدافع ده يعني احنا مش متعودين كده ابدا على منتخب مصر عارفين الفقره الجايه ايه؟ اكيد طبعا السحب بتاع ايوه السحب بتاع المسابقه ان شاء الله هيكون الفقره القادمه الفقره القادمه هطلع فاصل طبعا انا بشكر طبعا ايشو احمد الحنفي شرفتونا ونورتونا سعيد جدا لما بيبقى معانا شباب الحقيقه بيحب ناديه وبيحب بلده وبيحب نفسه ان هو يقف قدام كل ما يحدث ضد ناديه بمنتهى الادب وبمنتهى الاخلاق والحقيقه ايشو والحنفي اتنين من الامثله اللي ماشيين بهذا الشكل اخلاق ومبادئ النادي الاهلي وان شاء الله يبقى عندنا امثله كثيره جدا خلال الفتره الجايه انا بشكركم جدا على تواجدكم معانا هسيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل وبعد هذا الفاصل ان شاء الله اول فائز في مسابقه الاهلي في المونديال على الهواء مباشره هنشوف مين هيكون سعيد الحظ بعته لسه قدامنا 10 دقائق مثلا ولا حاجه يكون فيهم مسجز وتليفونات على 0909500 ده من اي خط ارضي او 1795 ابعت اي مسج على 1795 بعد الفائز بعد الفاصل بعد الفاصل الفائز الاول في مسابقه الاهلي في المونديال